أخبار اليوم. السيدة دينا توفيق رفيقة مشوار الفنان عبد العال حسن، نرحب بك معنا ببوابة أخبار. أهلا بيك. أهلا بيك. بداية يا فندم، احنا بندعو له بالشفاء، وكنا عايزين نسأل حضرتك، اهتمامه بالمرأة بشكل عام كان ليه تأثير قوي ان هو يتناولها دايما في كل لوحاته؟ عبد العال هو عنده شغف بالمرأة المصرية بعمق شديد، يعني هو يرى كل تفاصيلها اللي تخص روحها واللي تخص شخصيتها قبل ما تخص شكلها. يعني هو مفتون بالست الشقيانة، فبيرسمها وهي قاعدة على فرشتها، بيرسمها وهي بتكدح، بيرسمها في أوضاع غاية في الرقي. تلك هي المرأة المصرية من وجهة نظره، بيشوفها كمان على مستوى آخر، بيشوفها على مستوى الجمال، بيشوف، والجمال ده روح على فكرة برضو، الحلي والزينة بتاعة المرأة المصرية الصعيدية والسيناوية والفلاحة روح قبل ما تكون جمال شكلي، لأ فيها قصة كده من التراث. وكان بيتابع ده بشكل، قلت لك ان عنده شغف، بشكل دقيق جدا بيشوف الحلية. عبد العال يعرف المخرطة ده من انهي حتة، الحلق، الشغل والرسوم اللي عليه دي ايه بالظبط، يعني يعرف الكردان من كردان لكردان، يعرف ده من اي منطقة، اللبس والحاجات اللي كلها دلع ودانتيل وبتاع بتاعت العرب بتوع بلبيس. Thank you.